بص انا جاهزه اهو، يلا عشان ما نتاخرش. لا يلا عشان ما نتاخر، احنا لسه قدامنا وقت، ده الزياره كمان ساعتين. طب وماله، احنا نروح بدري نقعد قدام المستشفى عشان اول ما تفتح نخش على طول. يا ست الكل اطمني، انا مكلم الدكتور وقال لي ان الحاج بقى كويس خلاص، وبعدين اتنقل اوضته كمان. بتتكلم بجد؟ طب الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. تصدقي وتامني بالله، لا اله الا الله، انت ست عسل. اه صحيح، ده انا عايز اشتكي لك بقى. إيه؟ انا بقى لي فتره عمال اقول لشهدي نفسي اشوف الست الوالده، تقولي لا مش دلوقتي، مع اني والله لو كنت شفتك من زمان ما كنتش بعدت عنك لحظه. معلش يا حبيبي، كل حاجه في اوان. نتكلم بجد بقى، بطل هزار، فعلا اطمنت على عبد الله. والله العظيم زي الفل، وبعدين انا اكذب على الدنيا كلها وما اكذبش عليكي. طب تعالى ناخد القهوه وبعدين نروح. اتفضل اتفضل استكمل. عزت طلع جدع. ما انا عارفه انه جدع. طب يا اختي بقى عايزاكي تتبسطي قوي عشان شكله كده دخل قلب امك على الاخر. يس.